الحرب في السودان قضت على الأخضر واليابس وخلفت الضحايا بالآلاف، وهنا أعني أشخاصاً تركوا ديارهم، فقدوا مورد رزقهم، سكنوا معسكرات لاجئين. ولكن أن تدمر العقول في السودان، فهذا الذي سوف تعانيه أجيال قادمة. تداعيات الحرب والاقتتال أوقفت العملية التعليمية في السودان، وألغيت الامتحانات، ونقل الطلاب تلقائياً للمرحلة التالية من دون دراسة أو اختبار أو حتى معرفة هل ما زالوا يعرفون القراءة والكتابة أم لم يعد لديهم الوقت للكتب. ولعل الصورة المحزنة هي تحول المدارس لتكنات عسكرية للجنود ومعدات القتال، بعد أن كان يطلق عليها محراب العلم الذي تركه 9 ملايين طالب، وأغلقت 10 آلاف مدرسة، ونزح أكثر من 1 مليون طفل في سن الدراسة من مناطقهم. هذا ناهيكم عن المشكلات النفسية التي يشعر بها الطفل نتيجة عدم ذهابه إلى المدرسة. نشاهد معكم أبرز الأرقام المتعلقة بأزمة المدارس في السودان. من القاهرة شهد عماد مصطفى، وهي من المتضررين من القرار، قرار طبعاً تجميد التعليم. هي طالبة في جامعة العلوم، طبعاً كلية المختبرات الطبية، في السنة الرابعة، وهي ربما هي السنة الأخيرة. شهد، يعني أنت شاهدة على تجميد التعليم ومتضررة. بداية، بأي جامعة بتدرسي وكيف تلقيت قرار تجميد التعليم؟ شهد، أهلين، السلام عليكم. عليكم السلام. مبسوطة جدا لك أغنية. بدرس في المرحلة الأخيرة. قرار إنه نحن حنوقف الدراسة ده كان قرار صادم بالنسبة لنا، بالذات أنا كطالبة في السنة الأخيرة. يفصل بيني وبين التخرج 5 شهور، فأنا تقريبا حياتي تعتبر واقفة حاليا على الشهادة اللي هي أنا 5 شهور هآخدها. كان قرار الصراحة صادم. في أي جامعة بتدرسي؟ جامعتنا كانت في أي جامعة، بأي كلية؟ أنا بدرس لما جيت تقولي اسم الجامعة انقطع الصوت، يعني تقطع، تعيدي الاسم مرة ثانية. السنة الأخيرة بدرس في كلية المختبرات الطبية، قسم الأحياء الدقيقة. أيوة. طيب، في إمكانية لأنه تلتحقي بجامعة أخرى خارج السودان ويعتمدوا هاي السنوات اللي قضيتيها في السودان؟ للأسف ما في أي طريقة لأني أنا ألتحق بجامعة تانية، لأنه كل الجامعات اللي أنا ممكن ألتحق بها بتتطلب أني أرجع من السنة الأولى. يعني أني أبدأ من الصفر، فدي بالنسبة لي حتكون مشكلة كبيرة. أنا قطعت شوط كويس، قطعت 3 سنوات، كنت في السنة الرابعة على وشك إنها خلصها، ففكرة إني أرجع تاني لسنين اللي ورا حتكون صعبة شديد بالنسبة لي، غير إنه الوضع الاقتصادي ما بيسمح لي إني ذاته يعني أحول لجامعة تانية بمبالغ هائلة يعني. فبقت مشكلة كبيرة إني أنا أحول لجامعة أخرى يعني. طيب، الجامعة شو مصيرها؟ فقط أنه توقف التعليم فيها، أو أنه كمان تستغل للاقتتال مثلا، تتحول ثكنات للمقاتلين أو المسلحين؟ في منه هذا الكلام أيضا؟ الصراحة إحنا ما عندنا يعني معلومة مؤكدة عن أنه الجامعة أو مبنى الجامعة حصل له أي ضرر أو كده يعني. لحد للحين يعني ما في أي معلومة مؤكدة إنه مبنى الجامعة يتضرر.
لكن المناطق اللي حوله كلها مناطق متضررة شديد ومناطق يعني خطرة. قريبة من مناطق الاقتتال يعني؟ أيوة قريبة جدا من مناطق الاقتتال. عندك أخوات إخوة مثلا برضو بيدرسوا في جامعات أو مدارس؟ لأنه هذا القرار بيتعلق بيشمل المدارس والجامعات. أيوة أخوي الكبير بيدرس برضو في نفس الجامعة اللي أنا بدرس فيها في السنة الأخيرة، وأخواني الصغار بيدرسوا في مدارس. والآن كلكم متوقفين عن التعليم؟ أيوة نعم كلنا متوقفين. أيوة دون أوراق، يعني أوراق تثبت إنه نحن في أي سنة، أو تثبت إنه نحن يعني خضعنا لتعليم قبل كده. أيوة طيب، ويعني رحتي إلى القاهرة أنت والعائلة بسبب ظروف الحرب؟ أيوة نعم، نحن تحركنا من الخرطوم بعد شهر تقريبا من الحرب، اشتد القتال شديد في المنطقة اللي احنا كنا فيها، فما كان في حل غير إننا نطلع عشان نحافظ على سلامتنا وسلامة الأطفال اللي معانا وكذا. وشو النية أو الخطة لو طال أمد الحرب اللي طبعا ما حدا بيتمناه وتعثر التعليم لمدد أطول؟ حاليا نحن بنحاول، جامعتنا بنفسها كانت حاولت إنها تنقلنا لجامعات في الولايات، في الولاية الثانية غير ولاية الخرطوم، بس جاء القرار عرقل علينا الخطوة دي، فبقينا ما عندنا في الوقت الحالي أي خطة لقدام عشان نحن نخلص قرايتنا. نستنى إنه يا إما الوضع في السودان هدأ ونحن قدرنا نرجع ونواصل تعليمنا، يا إما حاولنا بقدر الإمكان نشوف جامعات تانية يعني تقبلنا من غير ما الضرر علينا يكون كبير. كنت على أحر من الجمر يمكن إنه تتخرجي وتبدأي شغل ويعني تبني حياتك، والآن تعثر هذا كله بسبب الاقتتال. أيوة نعم، الصراحة كنت مستني على حر من الجمر إنه أخذ شهادتي وأبدأ أبني حياتي وأبدأ أشتغل، بس زي ما نقول ما انهدمت هدمت، بس في عراقيل كثيرة بقت واقفة في طريق إنه نحن نصل لأهدافنا اللي عايزين نصل لها بسبب الحرب وسبب الحاجات الحاصلة في بلدنا. أيوة. شكرا لك من القاهرة الشهد عماد مصطفى، وأنت كما قلنا من المتضررين من قرار تجميد التعليم في الجامعات والمدارس. من كاردف معي ناصف بشير مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني سابقا، ومن القاهرة الدكتورة زحل محمد الأمين أستاذة القانون الدستوري والدولي في جامعة الزعيم الأزهري في الخرطوم. أبدأ مع الدكتورة زحل بداية، نسمع رأيك في موضوع هذا القرار تجميد التعليم في المدارس والجامعات، في له ضرورة من أجل حماية أرواح الطلاب والطالبات؟ مرحبا أستاذ، مرحبا مشاهدي قناة المشهد. بالفعل يعني قرار إغلاق الجامعات هو له ما يبرره بكل المقاييس، لأن يعني الطلاب الآن يعيشون ظروفا في واقع الحال ظروف سيئة جدا في مناطق النزاع، وبالذات منطقة الخرطوم عموما وما حولها وفي غرب السودان. الطلاب الآن غير آمنين على أنفسهم، غير آمنين على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم وعلى سلامتهم الجسدية والنفسية. وهنالك أيضا معوقات تتعلق به، أن حتى طلاب الداخليات في مناطق الخرطوم الآن المغار الداخليات تستخدم كمناطق إيواء للمتضررين من الحرب، أو تم انتزاعها من قبل أطراف النزاع وبالذات قوات الدعم السريع الذي تقتحم المغار المدنية وتتخذها سكنات عسكرية، مما يصبح هنالك خطورة عملية لتواجد الطلاب في هذه الأماكن في هذا الصف. بس أنت هون وجهت اتهام للطرف، فصل الخريف في أنت حضرتك وجهت اتهام للطرف من دون نعم. الآخر بأنه اللي يعتدي على التعليم قوات الدعم السريع. نعم قوات الدعم السريع الآن تستولى على المغارة المدنية، سواء كانت سكنات سواء كانت بيوت مواطنين سواء كانت مدارس أو مستشفيات، وتستغلها كمغار عسكرية، وبالتالي يصبح هنالك خطر محدقا
على الطلاب انهم يعني لا يستطيعون استخدام هذه الدور، دور السكن الداخلي بالنسبه للطلاب من خارج ولايه الخرطوم. ايضا التيار الكهربائي منقطع باستمرار، وبالتالي الطلاب لا يستطيعون التحصيل او لا يستطيعون الوصول الى الوسائط او الانترنت لاستخراج المعلومات. طيب خلينا نقسم الحوار خطوه خطوه. دكتور نصيف، الدكتوره زحل، الكهرباء غير متوفره. ابقى جايك، راح ارجع لك بس حتى اوزع الحوار. لا 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 راح ارجع لك بس. دكتور نصيف، الدكتورة ناصف عفوا، قالت الدكتورة زحل بأنه هذا قرار حكيم فيه حفاظ على أرواح الطلاب والطالبات. بماذا يعني ترى في هذا القرار، أو ماذا ترى بالأحرى؟ طيب مرحبا بك وبالسادة المشاهدين وبضيفتك. القرارات الحكومية بالذات القرارات المجموعة الانقلابية الماسك السلطة الآن هي أبعد ما تكون عن الحكمة والعقلانية. صحيح في الخرطوم بعض المناطق الملتهبة القرار ممكن يفهم لضرورات أمنية، لكن في ولايات في مناطق كثيرة الحرب ما امتدت لها، ده بناء على الخطاب الحكومي نفسه. الخطاب الحكومي قاعد يقول إنه في ولايات ما وصلت الحرب، سواء كان في شمال السودان أو في وسط السودان أو في شرق السودان زي بور سودان مثلا، ولاية البحر الأحمر، كسل المناطق دي ما فيها حروب. فبالتالي المبرر الأمني ما يكفي، لكن الأسباب معروفة بالنسبة لنا. الأزمة، خلينا أخذ السياق العام، يعني الأزمة التعليم ما أولوية بالنسبة لهذه المجموعة المتحكمة، ذيو زي الصحة وكل الخدمات، لأنه هي دولة ما بتعتبر نفسها هي دولة مفترض تقدم خدمة للمواطنين أو دولة بتاعت أي قدر من الرعاية أو قدر من الخدمات. هي دي دولة يعني فهمها للسلطة أو ممارسة الحكم إنه ثنائية الفساد والاستبداد. يعني خلينا أتكلم بالأرقام، حتى قبل هذه الحرب الإنفاق على التعليم هو حوالي 2%، ممكن الدكتور صححني إذا أنا أخطأت، مقابل الإنفاق على ما يذهب للجيش والأمن، الأمن والدفاع 80% من الموازنة العام. أنا كنت في مجلس الوزراء، يعني حوالي هذا الرقم من 70 إلى 80، ده الإنفاق العسكري مقابل 2% للتعليم. نحن شفنا في هذه الحرب يتم برضو لم يتم استثناء حتى المستشفيات من القصف أو تحويل لأهداف عسكرية. الطريقة بتاعت الحكم في السودان هي أقرب للجريمة المنظمة منها للعمل السياسي أو بس الفرق الرشيد. بينك وبين كلام الدكتورة زحل إنه هي ألقت باللوم على قوات الدعم السريع، أنت تلقي باللوم على السلطة الحاكمة الآن. لا، هي هذه مسألة مزمنة. أنا قلت لك حتى قبل الحرب خلال 30 عام الفاتت من حكم الإسلاميين الإنفاق على التعليم والصحة ما وصل 3%، يعني ما وصل الرقم ده مقارنة بالإنفاق على الدفاع. يعني أغلب ميزانية الدولة تذهب للأسف للأمن والدفاع، ما بتذهب للخدمات. فهؤلاء الناس أصلاً ما من أولوياتهم التعليم أو الصحة. إحنا حتى الآن حوالي الأرقام بتاعت الطلاب في الجامعات أو في التعليم الأساسي حوالي 8.5 مليون ل9 مليون. هل طيب تدرك يا أخي الدكتورة زحل حوالي 6 مليون بس في 6 مليون بي 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 بكلمات معدودة قبل ما أنتقل للدكتورة زحل بكلمات معدودة، يعني أفهم من كلامك أنه خطة ممنهجة من السلطة الحاكمة لتدمير التعليم؟ مؤكد. التعليم تعرض لتخريب منهجي في السودان. طيب خلينا ننتقل يعني للدكتورة زحل لأنه قلت لك كلمات معدودة. دكتورة زحل قال يعني الدكتور ناصف أنه هذا القرار ما له علاقة كما سمعتي بضرورات الحرب والاقتتال لأنه في مناطق آمنة. مع اتفاقي مع الأستاذ في جزء من الكلام الذي ذكره بأن يعني الإنفاق على التعليم لا يرقى إلى مستوى يعني محترم بالنسبة للسياسات العامة للدولة، ولكننا الآن لسنا بصدد مراجعة السياسات العامة للدولة. نحن الآن سئلنا عن إمكانية استمرار
الجامعات والمعاهد التعليم العالي والخاص والحكومي في ظل هذه الحرب. هذا ما نناقشه الآن. وبالنسبة لهذا يعني الذي ذكره، هذا يعني يمكن أن يناقش في إطار آخر عندما تتوضع سياسات عامة للدولة في مستقبل. طب في خوف على الطلاب اللي ما عم بيروحوا على المدارس والجامعات إنه يستغلوا للتجنيد، يستغلوا للتجنيد؟ هذا ليس الخوف. أنا أظل أكرر مرة أخرى أن الآن الظروف غير مواتية. عندما تحدث الأستاذ عن أن هنالك جامعات في الأقاليم يمكن أن تستمر فيها الدراسة، أيضا هنالك صعوبات الآن، لأن القبول في مؤسسات التعليم العالي في السودان لا يتم على أسس مناطقية، وإنما يتم بالتوزيع العام من التعليم العالي للجامعات في مختلف بقاع السودان حسب درجات التأهيل لهذه الجامعات. وبالتالي فإن طلاب الولايات الآن وطلاب الخرطوم هم طلاب ينتمون إلى مناطق مختلفة من السودان. بعض هذه المناطق الآن تستعر فيها الحرب، وبالتالي وترتكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. هؤلاء الطلاب إذا خرجوا من منازلهم في مناطق القتال. طب دكتورة، في فرق بين صعوبات، في فرق بين صعوبات ومخاطر يا دكتورة زحل. دكتورة، في فرق بين صعوبات ومخاطر. يعني إذا كان في من أماكن ما فيها اقتتال، مش الأفضل إنه الطالب يتحمل بعض الصعوبات على إنه يقعد في البيت بلا تعليم؟ أنا عندما أكمل الفكرة سوف تدرك ذلك. إذا كانت هنالك طالبة يعني أهلها متواجدين في الخرطوم وهي تدرس في جامعة في عطبرة مثلا أو في كسلة أو في بورسودان، هذه الطالبة هنالك مخاطر في خروجها من الخرطوم للوصول إلى الجامعة الولائية التي لا يوجد فيها نساء لعدد من الأسباب. نمرة واحد، هناك مخاطر على أمان هذه الطالبة وسلامتها من حيث أنها قد تتعرض للاغتصاب، قد تتعرض لانتهاك حقوقها، قد تتعرض للتحرش بها، قد تتعرض لنيران الحرب. هذا من جهة. من جهة ثانية، هنالك الآن أولياء أمور الطلاب ظروفهم صعبة جدا. منذ أن اندلعت الحرب في 15 أبريل لم يستلم موظفو الدولة ولا المؤسسات الخاصة رواتبهم في السودان، وبالتالي الأهل لا يستطيعون توفير ثمن ترحيل أبنائهم إلى المناطق الآمنة. نمرة ثلاثة، هذا من ناحية. من ناحية يعني هؤلاء الأهل الآن لا يستطيعون توفير المأكل ولا المشرب لأبنائهم، فكيف يوفرون ثمن المواصلات والترحيل والإعاشة في الولايات التي دكتور ناصف إليها هؤلاء الطلاب؟ نعم. هذا أيضا يخلق نوع من الفجوة، الفجوة بين المناطق التي تستعر فيها الحروب والمناطق التي بها حروب. ونحن نحتاج لشيء من البالانس أو التساوي بين الطلاب، ريثما يعني يكون هنالك في شيء من الاستقرار أو وقف إطلاق النار، وبالتالي تتوضح ترتيبات مناسبة تناسب الطلاب في كل أنحاء السودان. طب دكتور ناصف، معي دقيقتين أيضا حتى أكون عادل في توزيع الحوار. أجابتك الدكتورة عن مسألة إنه حتى لو كانت الأماكن ما فيها اقتتال تبقى هناك صعوبات، شو الخوف على الطلاب بالتحديد المدارس انه يستغلوا للتجنيد او العماله الرخيصه احيانا؟ طيب، هو هذه الحرب، هذه الظروف، نعم في يعني السودان الان فيه صعوبات، ولكن هذه الظروف في مجملها هي، انا في تقديري المتواضع، ظروف يعني مفتعله. هذه الحرب ما مفروضه من السماء. نفس الناس اللي بيتكلموا عن إيقاف التعليم هم ممكن يوقفوا الحرب، والأولوية أن توقف الحرب وليس أن توقف حياة الناس. يعني ما من المنطق أن تطلب من الناس إنه يوقفوا التعليم ويوقفوا توقف المدارس. هسه حوالي برضو 90% من المستشفيات بنفس الطريقة خرجت عن الخدمة. الموضوع ليس التعليم، الخدمات المياه خرجت عن الخدمة، الكهرباء، كل يعني الدولة الآن لا تقوم بأي وظيفة غير القتال. فانت بدل ان توقف حياه الناس وتطلب منهم انه لا صوت يعلو فوق معركه هي معركه عبثيه، قرار ايقاف الحرب بيد البرهان وبيد دعم السريع. بامكانهم الان في منبر جده او في غيره ان يوقفوا الحرب بدلا ان يعطلوا حياه الناس وان يتلاعبوا بمستقبل ومصير اجيال السودان. يعني هؤلاء الناس في جيل كامل خلال الثلاثين سنه يعني فقد فرص التعليم، العلاج الجيد، في مشاكل في التغذية، في مشاكل كثيرة جدا في السودان
في جيل كامل وهم مواصلين حتى يتلاعبوا بمستقبل أبنائنا، يعني حتى في المستقبل. شكرا من كارديف. ينبغي إيقاف الحرب نعم. وليس إيقاف التعليم وإيقاف من كارديف سير ناصف بشير مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني سابقا، شكرا لك. ومن القاهرة دكتورة زحل محمد الأمين أستاذة القانون الدستوري والدولي في جامعة الزعيم الأزهري في الخرطوم، شكرا لكما.